تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام ناخذ جوله اخباريه في اهم الاخبار اللي صدرت صحف هذا اليوم. واول خبر معنا بعنوان حل وازاله المشكلات التي تواجه المستثمرين. جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه جدد التاكيد على اهميه العمل على حل وازاله المشكلات التي تواجه المستثمرين وحسم هذه الملفات باقصى سرعه والتعامل مع اي بيروقراطيه من قبل بعض الموظفين. وقال رئيس مجلس الوزراء نحن مستعدون لاتخاذ قرارات سريعة لحل مشكلات المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار.